كانت بالنسبه لنا احنا فاجعه توصلنا بهذا النبا البارح مع طنجة الليل. راجل طيب، راجل فنان، عطى الكثير للفن، راجل اللي كان كيدير المسرحيات وكنا كنتفرجوا مع وليداتنا، مع يعني كان عنده هذاك الفن ديالو اللي كان الفن الراقي اللي كنتكلموا عليه. اليوم نحن في الساحه الفنيه كل نهار كنسمعوا واحد الخبر كنضيعوا في الفنانه وما كيتعاودوش للاسف الشديد. راجل اللي كان جاري في موحدين، طيبوبه، باشوش، يعني ما كيعقر حتى واحد. وإن لله وإنا راجعون باسم مقاطعة الحي المحمدي كنعزيو العائلة ديالو الصغيرة، العائلة الكبيرة، الفنانة، جميع الناس اللي كيحبوا هذا الفنان كنعزيهم في هذا المصاب الجلال. وهذه سنة الحياة، والله يعوضهم، الله يعوضهم العائلة ديالو. كنعرفوا بأن تأثر شيء ما، فقد الزوجة ديالو، فقد الولد ديالو، هذو كلهم انعكسوا شيء ما على الظروف ديالو الصحي. فالله بالنسبه لنا حنا الله يرحمه، وإنا لله وإنا راجعون. انا صعيب تعجز اللسان باش تتكلم على هذا الفنان، على الهرم، صعيب باش نوصفوا السيره ديالو. انا دائما كيمشي معنا درويش، يسلم على الناس، محبوب. انا كنت قبيله في المستشفى وجا السي الزعري الله يطولنا في عمره، ظروف ديالو تا هو صحيه الله يشافيه وعافيه، واللي جاء باش يجي للمصحه رغم الظروف ديالو الصحيه ولكن ما نزلش، جا من ذاك المكان وتوادع معاه من بعيد. كنشوفك ديما الرئيس في الجنازات في الموقف الحي محمد، اي واحد كان. وهذا شوف هذا دوري انا كمستشار بعدا كرئيس مقاطعه، ما يمكنش. وهذا جاري وهذا فنان ديالنا كنا، الا ما حضرناش حنا لهذا الشيء ديال ما واش كاين. راه كاين الحفلات كنحضروا لهم، ولكن حتى الحزن راه الناس كنشاطروا من الحزن ديالهم، كنكونوا معاهم بجنبهم، راه كنخفوا عليهم. وانا اللي فرحت به بزاف وهو التعليمات ديال السيد الوزير للثقافه، اليوم بغى يتكفل بجميع الترتيبات ديال العزاء. راه كانوا قبيله كنا حنا بغينا نتعاونوا حنا كمقاطعه، ولكن بلغونا اليوم بان راه السيد الوزير تكفل بجميع المصاريف ديال الترتيبات ديال العزاء ديالهم. وهذه مبادرة أقل شيء اللي نقدمه لهذا الفنان اللي عطى الكثير للبلاد ديالنا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.